وظهر في مقابلة يفتخر يقول أنا ألحد على يدي أكثر من 1,000,000 شخص بسبب هذا الكتاب، سبحان الله حسبي الله. وينشر الإلحاد هناك. وفي إحدى المرات قال لطلاب مسلمين: أنتم تعتقدون أن القرآن صحيح، القرآن فيه خطأ علمي. هذا الكتاب النير بالنور، هل يبشر آياته فيها الهدى؟ أين المعاند ينظر والروح يقرأ وحيه؟ في كل عصر يبهر، وخاتم الكتب التي من عند رب تبشر. سبحان منزل ذكره جل الحكيم القادر، سبحان منزل ذكره جل الحكيم القادر، جل الحكيم القادر. أحبة الكرام، تميز القرآن الكريم بوجهين عظيمين للإعجاز: الوجه البياني والوجه الموضوعي. أما الوجه الموضوعي فتفرع منه تفسير القرآن تفسيرا علميا، وهو طبعا من التفسيرات بالرأي المحمود، وليس كما يقول بعض المشككين رأي مذموم، لأنه تفسير في الحقيقة وبيان لعظمة وسبق وإعجاز القرآن لما وصل إليه الإنسان في العصر الحديث في كل المجالات. ولكن سؤالنا في بداية الحلقة كما تعودنا مع أستاذنا وضيفنا الكريم، مرحب بك دكتور عبد الدائم. يا أهلا وسهلا ومرحبا، ونتشرف بك وتجدد اللقاء يعني معك. إن شاء الله. بارك الله فيك. سؤالنا دكتور، يعني احنا دوما نجد أن غيرنا من الغرب ومن الباحثين في الدول الأوروبية وأمريكا وغيرها، هم دائما يسبقوننا بالأبحاث، ثم نأتي نحن آيات من القرآن لنربطها بما هم وصلوا إليه. ألست معي أننا مقصرون في عالم البحث وعالم التنقيب عن المعلومة، متأخرين كثيرا عن الغرب؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. الحقيقة نحن مقصرون في كل شيء، هذا أولا حيث المبدأ. ولكن هناك خطأ علمي يسوقه بعض الملحدين، يقولون: لماذا تنتظرون الغرب حتى يكتشف ثم تقولون هذا في القرآن؟ لو كان هذا موجودا لديكم في القرآن أخرجوه لنا. صحيح. هذا الكلام مناقض لمنهج القرآن، لأن القرآن لا يقول لك أدرس القرآن لتكتشف الحقائق العلمية، العكس. سبحان الله. قال تعالى: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، هذا أولا نظر وتأمل ودراسة وبحث، وما تغني الآيات عن والنذر عن قوم لا يؤمنون. البداية النظر في الكون، البداية النظر، النهاية الإيمان. الله. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي. صحيح. تأملات الكون رقم واحد، انتهت الآية: أفلا يؤمنون. سبحان الله. إذن البداية وهكذا كل القرآن على فكرة. وتذكرني بقول العربي البسيط: البعرة تدل على البعير وخطى السير، توجه للكون لإيمانه بالله تبارك وتعالى. الشيء الثاني، الله تعالى يقول: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. إذن النظر والدراسة والتأمل أولا، ثانيا ثم الله ينشئ النشأة الآخرة، إن الله على كل شيء قدير. يوجهك القرآن باتجاه الكون، لأنه لا فرق بين خلق الله وكلام الله، هذا خلق الله وهذا كلام الله. وبالتالي هؤلاء الملحدين يستغلون هذه النقطة ويقولون اكتشفوا أشياء من القرآن، ويشككون في هذا الإعجاز على العكس الحقيقي. سوف أعطيك أحد الملحدين، ملحد شهير جدا يسمى يعني كبير الملحدين في بريطانيا، ريتشارد داوكنز.
هذا رجل ألف كتاب وهم الإله اسمه God Delusion. يا الله استغفر الله، شوف الجرأة سبحان الله. وظهر في مقابلة يفتخر يقول أنا ألحد على يدي أكثر من 1,000,000 شخص بسبب هذا الكتاب. سبحان الله حسبي الله. وينشر الإلحاد هناك. وفي إحدى المرات قال لطلاب مسلمين أنتم تعتقدون أن القرآن صحيح، القرآن فيه خطأ علمي لأنه يتحدث قرآنكم ويقول إذا مزجنا الماء المالح بالماء العذب لا يمتزجان، من فضلك، طبعا هو يخاطب المعلمة، يقول لها امزجي لهم ماء مالح مع ماء عذب في كأس لتخرجي من أدمغتهم هذه الخرافات. وصفق له الجمهور في أحد لقاء التلفزيونية. طبعا هذا الرجل يكذب. لماذا؟ لأنه إذا كان عالما حقيقيا لابد أنه سمع بالظاهرة تسمى البرزخ المائي صورت حديثا. البرزخ المائي، نعم، في غرب في غرب كندا، منطقة مضيق جورجيا، هناك مليء بالجبال الثلجية العذبة، جبال جليدية عذبة. أثناء الربيع تذوب هذه الجبال وتتدفق هذه المياه العذبة عبر البحر، ويصبح لدينا في البحر نفسه، ليس هناك نهر وبحر، في البحر نفسه، في البحر نفسه لدينا ماء عذب هنا، أيوة، ولدينا ماء مالح، أيوة، الأول بلون فاتح، الثاني بلون غامق، وبينهما خط دقيق جدا. إذا أحببت أن نرى مصورة الصورة، نعم، صورت قبل سنوات قليلة، صورت ظاهرة وموجودة في أماكن في ألاسكا وغيرها، موجودة ومصورة سبحان الله. ولكن هذا من أجمل المناظر الذي يعني يخشع القلب. انظر هنا الماء المالح أمامي، هي الغامق، وخلفه الماء العذب بلون أفتح، اللون الفاتح، وانظر إلى هذا الخط الدقيق بينهما. هل يستطيع محمد عليه الصلاة والسلام أن يصف هذه الظاهرة؟ انظر إلى دقة كلمات الآية، وهو الذي مرج البحرين، لم يقل بحر ونهر، بحرين، لأن هذا بحر وهذا بحر على فكرة، كلاهما بحر. الله. وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات هناك، وهذا ملح أجاج، وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا، أي سدا منيعا لا يبغي أحدهما على الآخر. الله أكبر. هذا المشهد يمكن أن يستمر لأشهر ولا يبغي هذا على هذا، تصور يعني سبحان الله. وسؤالي دكتور، السر العلمي إيه؟ فإن الماء لا يختلطان. نعم، الماء العذب أخف من الماء المالح. جميل، تمام. الماء المالح كثافته عالية جدا. أعطيك مثال لتتخيل. أيوة. لو جئنا بمتر مكعب من ماء البحر. نعم. تمام. نعم. المتر المكعب يعني خزان حجمه 1 متر. كويس. هل تعلم كم يحوي من الملح؟ فيه 33 كيلوغرام من الملح. الله أكبر. في هذا المتر المكعب فقط. في متر مكعب. نعم. 33 كيلوغرام، يقولون ملوحة زائدة جدا، حتى الآن لم يعرفوا كيف تشكل هذا الملح. طيب الماء العذب فيه القليل 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 من الأملاح، غرامات مثلا المتر المكعب، تصور. طيب القرآن كيف عبر عن ذلك؟ قال وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات. الله أكبر. وهذا ملح أجاج. أجاج. أجاج باللغة يعني زائد الحد، زائد عن حدوده. سبحان الله. طيب لماذا عذب فرات؟ أيوة. لأن الماء المقطر العذب لا طعم له أبدا وغير مستساغ. سبحان الله. في التفسير معنى قوله ماء فرات أي مستساغ المذاق. الله. ما الذي يعطي هذه الاستساغة؟ أيوة. هذه الكمية الخفيفة جدا من الأملاح التي تختلط خلال ينابيع والصخور والجبال. يا سلام. الأملاح الخفيفة تعطيك هذه الاستساغة، لذلك فلاتر المياه الحديثة يضيفون لها هذه المواد. نعم. ماء المقطر غير مستساغ العذب. نعم. لذلك القرآن دقيق، قال عذب فرات. فرات. لو قال عن الماء المالح
ملح من دون أجاج لا ينطبق على البحار، أي ماء ممكن أن يكون مالح، ولكن عندما قال أجاج لفت انتباهك إلى أن هناك ظاهرة لا زال العلماء يبحثونها. طيب بعد ذلك قال وجعل بينهما، ماذا جعل بينهما؟ برزخا، رأينا البرزخ، ولكن ما هو الحجر المحجور؟ أيوة سؤال كنت أسأله. هذا الحجر في علم هندسة ميكانيك السوائل أيوة يقولون أننا إذا جئنا بماء عذب وماء مالح ومزجناهما بشكل مباشر تتشكل بينهما جبهة تشبه الجدار الصلب، وهمية لا ترى. لا ترى. أيوة. تشبه جدار. أيوة. هذا الجدار هو قوى تدافع وتجاذب. الله أكبر. تحدث هذه القوى نتيجة اختلاف الكثافة، ويحافظ الماء العذب على مكانه والماء المالح على مكانه، وبينهما هذا الحجر الجدار المانع. سبحان الله. طيب يعني دقة. كل كلمة فيها تحتاج إلى مجلدات لشرحها لكي تقول فيها ما شئت. وهذه الآية أين وردت؟ لم تذكر في المدينة أو في نهاية، في بدايات دعوة النبي عندما اتهمه المشككون وقالوا في سورة الفرقان، سورة الفرقان، وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة. هل قطع رأسهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل كان إرهابيا؟ ماذا قال لهم؟ علمه الله فقال قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض. الله أكبر. يعني هم يتهمونه بالتزوير، والقرآن يأخذهم يسمو بهم إلى السماوات. صلى الله عليه وسلم. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما، ثم يسوق لك هذه المعجزات، ومنها وهو الذي مرج البحرين، هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج. وبين آيات الإعجاز هذه وردت آية عجيبة. جميل. أول مرة ترد في القرآن في مكة. جميل. قال تعالى وجاهدهم به جهادا كبيرا. قال الله. ابن عباس به أي بالقرآن. الآية الوحيدة التي ذكر فيها الجهاد الكبير ضمن آيات الإعجاز العلمي، وهي أول آية نزلت. ملحظ جميل. أول آية من القرآن تحدثت عن الجهاد قبل أن يفرض الجهاد بالسيف. فرض الجهاد بالإعجاز بالعلم، لأن العلم سلاح نافذ. نعم. والآية الوحيدة التي ذكرت الجهاد الكبير هي هذه الآية. كل آيات الجهاد جهاد عادي، إلا هذه الآية كبيرة. لماذا كبيرا؟ أيوة. لأنك أن تقنع ملحدا أصعب بمليون مرة من أن تقتله مثلا. نعم نعم نعم. انظر تغيير الفكر والعقل والعقيدة. نعم. لذلك نحن الآن، أنا يمكن أن أقول لك، نحن الآن في زمن الجهاد الكبير بعلوم القرآن. صحيح. صدقت صدقت دكتور، وأحسنت بهذه المعلومات القيمة. نعم. وأنا لا أملك إلا أن أقول سبحان عرفتم الله. الآن أعزائي المشاهدين لماذا تنطق قلوبنا وتنطق عقولنا وأرواحنا بقولنا أشهد أن الله حق، وأن محمدا حق، وأن القرآن حق، وأن القيامة حق، وأن الجنة والنار حق. أنزله بعلمه. أطرح سؤالا تتحملنا فيه من الجدال وفيه من بحيث أن احنا نريد أن نغطي هذه الشبهات. نعم المصارة. نعم صحيح. نأتي لقضية اسمها قضية التطور. نجد عندما يعني يواجه بعض العلماء سواء على الفضائيات أو في اللقاءات والمؤتمرات والندوات علماء المسلمين. نعم نعم. ومنهم رموز كبيرة، عندما يسأل من بعض الشباب. نعم. وخاصة من أخذ طريق الإلحاد. نعم. يسأل عن قضية التطور، فتجد ردود يعني عدد كبير من العلماء وردود غير كافية. يقول بعضهم هذه نظرية غير صحيحة ويسكت. نعم. دون دليل. أو يقول بعضهم والله هذه النظرية كذبها بعض علماء الغرب اللي جاءوا بعد داروين في نظرية التطور. نعم. لكن اليوم احنا عايزين نقدم طرحا جديدا يعني يخدم عقل ويشبع فكر المشاهد الذي شاهدنا اليوم. هل هناك دليل حقيقي على نطحد به حجة من يقولون بنظرية النشوء والتطور؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحقيقة هناك 10,000 دليل، ليس دليل واحد. ما شاء الله.
ولكن للأسف نحن المسلمين لا نبحث. مع الأسف. يعني مع. نكتفي بالكلام فقط. نعم. نظرية التطور وضعها داروين أصلاً ليفسر نشوء الكائنات من دون وجود خالق، وهذا أول تناقض وقع به. سبحان الله. فكيف تعزل الخالق عن المخلوق ثم تبحث عن أسرار نشوء هذا الكائن وأنت يعني أهملت أو تجاهلت وجود الخالق عز وجل؟ يعني هذا خطأ علمي من بداية. يعني أنا عندي الآن أي منتج، إذا أردت أن أدرس منشأ هذا المنتج سأعود إلى الصانع. صح. هذه صحيح. حقيقة. صحيح. هو عكس الأمور. فاعتبر أن هذه الكائنات نشأت بالمصادفة. ثم ليضفي صيغة علمية على نظريته قال نشأت بالتدرج. صحيح. خلية أولى ثم تطورت إلى كائن متعدد الخلايا ثم كائن أعقد ثم كائنات أعقد ثم النباتات ثم الأسماك ثم كذا الحشرات ثم كذا حتى وصلنا إلى الإنسان. فمزج بين بعض الحقائق، يعني هذا التدرج موجود في الخلق. نعم. الله تعالى يقول وخلق كل شيء فقدره تقديره، هناك صح. نظام. صحيح. يعني صحيح. خلق الله ليس عبثا. صحيح. صحيح. فهذا النظام موجود، التدرج في الخلق. ولكن بقيت هذه النظرية 150 سنة تقريبا، يعني هي طرحت في عام 1859. صحيح. نظرية فبقيت بحدود أكثر من 100 سنة أو 150 سنة لها هالة مقدسة. عندما اكتشف جزيء الدي ان ا في أعماق خلايا الكائنات وكشفوا أسرار هذا الجزيء الدي ان ا الذي هو فيه خريطة حياة كل كائن وفيه من التعقيدات المذهلة. سبحان الخالق. بناء على نظرية التطور. نعم. فإن هذا الشريط الدي ان ا أو الشريط الوراثي يسمى ينبغي أن يكون عند الأسماك والمخلوقات بناء على نظرية التطور التي تقول إن الكائنات نشأت بالتدرج من بعضها توالدت وتكاثرت مرورا بالقرد انتهاء بالإنسان. فإن الأسماك والأخطبوط وغيرها من الكائنات التي نشأت قبل مئات الملايين من السنين أيوة. ينبغي أن تكون مخلوقات بسيطة وغبية. أيوة. بناء على النظرية. بناء على نظرية التطور. لأن نعم. عملية الذكاء تتطور أيضا عند صحيح. الكائنات. صحيح. يعني قبل 500 مليون عام الكائنات كانت ليس لديها الذكاء، تطور حتى وصلنا إلى الإنسان. إلى الإنسان. نعم. المفاجأة هنا مجلة الطبيعة الأمريكية الشهيرة جدا التي بالنسبة إليهم مثل عندما تقول رواه البخاري. لا يشك ذات قيمة علمية نعم. كبيرة. نعم. لها مصداقية. نعم. نشرت بحثا مؤخرا أيوة. تقول إن الأخطبوط الذي عاش قبل مئات الملايين من السنين هو أذكى كائن على وجه الأرض. يا الله. طيب ضربوا نظرية ضرب. تناقض صارخ. سبحان الله. نعم. يمكن أن نرى إذا أحببت البحث لكي يكون كلامنا موثقا. يا ريت دكتور حتى نستشهد بالأرقام ويستمتع المشاهد نعم. بالحقائق. ومجلة الطبيعة موجودة لمن أحب أن يدخل إلى الإنترنت ويكتب يبحث عن الأخطبوط وذكاء الأخطبوط وسيخرج بعشرات الأبحاث. طبعا هنا جميل. يقولون إنه يمتلك مفاتيح الذكاء هذا الكائن الأخطبوط، لديه قدرة أن يتشكل بأشكال عجيبة جدا. سبحان الله. لديه قدرة على التلون، لديه قدرة على بناء المدن في الأعماق، أعماق البحار. نعم. يتعاون ويتخاطب، ولديه مصالح مع بقية الأخطبوطات. الاكتشاف الذي أكد لهم ذلك أن الخريطة الجينية لهذا الكائن معقدة جدا، تكاد تكون أكثر من الخريطة الجينية للإنسان. سبحان الله العلي القدير. طيب كيف لكائن نشأ قبل مثلا 200 مليون سنة أو أكثر أن يمتلك ذكاء وخريطة جينية وشفرات وراثية معقدة جدا يتفوق فيها في بعض النواحي على الإنسان؟
صحيح. الذي لم يمضي على وجوده على الأرض إلا أقل من 1,000,000 سنة. صحيح. حسب ما يقول حسب هم ما يقولون يعني. صحيح كلامهم. نعم. إذن هذا الأخطبوط، انظر هذه الخريطة الجينية له، طبعا يعني ألوان وأشكال ويعني تعقيدات هذا البحث، أخذ أنفق عليه الملايين. ملايين. نعم. ووجدوا أن هذا الكائن الذي هو الأخطبوط، انظر إلى هذه التركيب يعني الدخلية. هذا الشكل له 8 أرجل، له أطراف ماصة، لديه أساليب في الاصطياد والاحتيال يتفوق فيها على الإنسان. سبحان الله. طيب هذا من أين امتلك؟ الوحي هل معطرا بالخير جاء منورا، والغار غرد ذكره جبريل يقرأ كررا، قد أحكمت آياته بالخير فاض وبشرا، ختم الجمال بعطره والله أوحى وصورا، ختم الجمال بعطره والله أوحى وصورا.